لما بيكتر إحساسنا بالضغوط حوالينا وبنشتاق للحظة سلام. والسلام اللي احنا بنقصده مش مجرد شعور مرهوم باللي بيحصل حوالينا، لكن حياة بتتعاش في كل تفاصيل حياتنا، ومنبع السلام ده من جوه قلوبنا. في رمضان هنمشي مع بعض رحلة من 3 محطات أساسية، كل محطة فيهم بوابة واسعة من أبواب ساحة السلام. ولا تعسروا مع الدكتور عمرو الورداني يومياً 3:15 عصراً في رمضان على قناة مصر الأولى.